أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البداية ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وآخر مباراة من الجولة الرابعة باش تتلعب نهار الخميس ماضي 3:30 متاع العشية لحساب المجموعة الأولى وفي كلاسيكو قمة الجولة في الملعب الأولمبي بسوسة. النجم الرياضي الساحلي باش يستضيف النادي الإفريقي في مباراة باش تكون منقولة مباشرة تلفزيا على القناة الوطنية الأولى. في الرابطة المحترفة الثانية الشبيبة الرياضية القيروانية تواصل طرابلسها التحضيري في سوسة وبعد الهزيمة البارح ضد الترجي الجرجيسي 2-1 في مقابلة ودية أولى. الإطار الفني للجي اس كا برمج مباراة ودية ثانية باش تدور نهار الأربعاء الجاية ضد أولمبيك سيدي بوزيد. بدور أمل حمام سوسة يواصل طرابلس التحضيري في حمام بورقيبة استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية. من جهة أخرى الهيئة المديرة للأمل أعلنت عن التركيبة الكاملة للإطار الفني لفريق أكبر كرة القدم المتكون من حكيم البرقي مدرب أول، ناجح كشيش مدرب مساعد، محمد البجاوي موعد بدني، وأحمد تاج في خطة مدرب حراس. إفريقيا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أهلي بنغازي الليبي بقيادة مدربه التونسي لسعد الدريدي باش يستضيف اليوم أسيك ميموزال لإيفواري بداية من 3:30 متاع العشية في مقابل ذهاب الدور التمهيدي الثاني بالملعب الأولمبي بسوسة في انتظار مباراة الإياب اللي باش تجمع بين زوز فرق وباش تدور يوم 1 أكتوبر القادم في الكوديفوار. في أخبار لاعبين المحترفين لعبنا الدولي التونسي مرتضى بن ونيس أنقذ فريق قاسم باشا تركي من الهزيمة البارح بتسجيل هدف التعادل 3-3 أمام ألانيا سبور في الجولة الخامسة من الدوري التركي الممتاز، ومنح بن ونيس فريق نقطة التعادل بهدف في دقيقة 87 وهو بالمناسبة ثاني أهداف مرتضى بن ونيس في الموسم الحالي في البطولة التركية بعد هدف في شباك أنقرة جوجو في الجولة الافتتاحية من الدوري الممتاز. نغير الاختصاص ونحكيو على كرة اليد. منتخبنا التونسي للكبريات انطلق اليوم في طرابلس التحضيري في مدينة المنستير بإشراف المدرب الفرنسي الجديد كيفان ديكو. طرابلس منتخبنا باش يدور بمشاركة اللاعبات المحليات اللي ينشطوا في البطولة التونسية في انتظار التحاق اللاعبات المحترفات في البطولات الأوروبية بداية الأسبوع القادم. في التنس لعبتنا التونسية أونس جابر حافظت على مركزها السابع في التصنيف العالمي للاعبة التنس المحترفات الصادر اليوم واللي شهد محافظة البيلاروسية أرينا سابالينكا على الصدارة، بالإضافة لتقدم الأمريكية جيسيكا بيغولا للمركز الرابع على حساب الكازاخستانية إلينا ريباكينا مع محافظة البولونية إيغا شفيونتيك على المركز الثاني متقدمة على الأمريكية كوكو غوف اللي احتلت المركز الثالث. دائما مع التنس ولعبنا التونسي عزيز دوغاز المصنف 238 عالميا باش يستهل غدوة مشاركته في بطولة كولومبوس الأمريكية بمواجهة اللاعب الأمريكي كريستيان هاريسون المصنف 821 عالميا. نذكر أن بطولة كولومبوس تدور على ملاعب ذات الأرضية الصلبة وجوائزها المالية بحوالي 80,000 دولار. خارج تونس في أبرز مقابلات اليوم في الدوريات الأوروبية في البريمير ليغا الإنجليزية 8:15 آخر مباراة باش تجمع بين نوتينغهام فوريست مع بيرلي. في الكالشو الإيطالي اليوم يتلعبوا آخر زوز مقابلات من الجولة الخامسة، 5:30 ليرنيتانا تلعب ضد تورينو و 8:15 مباراة هيلاس فيرونا مع بولونيا. نختم نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية تساعد رياضة المشي في الحفاظ على صحة القلب ونشاط الدورة الدموية مع المساهمة في إنقاص الوزن وتحسين عملية التنفس. كانت هذه ثاني نشراتنا لليوم. أجمل تحيات سيدة ترابلسي، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة فام، ونتقابلوا في مواعيد رياضية قادمة. لايف سبورت أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM.